مشاهدينا، سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نحيي فيها الذكرى العاشرة لثورة 17 من فبراير. 10 سنوات عقد من الزمن مر على هذه الثورة التي قدم فيها الليبيون الكثير والكثير من التضحيات التي سعى من خلالها الليبيون إلى تحقيق ذاتهم، إلى نيل الحرية وإلى أن يكون لهم ما يطمح إليه من حياة كريمة وديمقراطية ومدنية. في هذه الحلقة نستضيف الكاتب والشاعر أحمد الرحال للحديث عن ذاكرة الثورة الشعرية والأدبية. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أهلا مرحبا بك أستاذ حسام. أهلا وسهلا بك. تحية للجميع. عقد من الزمن مر على ثورة 17 من فبراير، سوف نتحدث عن هذا بشكل مفصل أستاذ أحمد، ولكن دعنا أولا نتحدث عن الرحال أحمد الرحال، ما بين الكتابة الشعر والصحافة أيضا، ونضال أحمد الرحال السياسي أيضا. والله أولا طبعا أنا أتوجه إليكم وإلى جميع الليبيين بالتحية، وأهني نفسي وأهني الجميع بالذكرى العاشرة لثورة 17 من فبراير العظيمة والمجيدة التي حررتنا من حكم الدكتاتور والطاغوت. على الرغم من أن اللوم الآن يقع من الكثيرين على هذه الثورة العظيمة ويتهمونها بأنها هي التي تفشل الدولة، ولكن في الحقيقة الثورة أدت ما عليها والثوار أدوا ما عليهم، وكذلك يعني ما زالوا يقدمون الدماء والأنفس والأموال والتضحيات لأجل الدفاع عن هذه الثورة العظيمة. ما حدث بعد الثورة من فساد ومن خراب وما نراه الآن ليس ذنب فبراير. لا تلام عليه الثورة. لا تلام عليه الثورة. الثورة كانت ثورة صادقة سليمة حقيقية سلمية، كانت اضطر الناس أن يواجهوا العنف بعنف مضاد ليس لغرض القتل ولا العنف، ولكن كان لغرض الدفاع عن أنفسهم ولإنجاح تلك الثورة العظيمة. هذا أولا. نعم. بالنسبة لي طبعا أنا أحمد الرحال، أنا مواطن بسيط، إنسان يعني عشت في عائلة ليبية بسيطة زي أي ليبي، نشأت في بيت، أي نعم هو بيت متدين، يعني جدي رحمة الله عليه الشيخ عمر محمد المختار كان شيخ في منطقتنا، في احنا قبيلتنا خويلد قبيلة عربية في غرب ليبيا. انا من سكان طرابلس، ولدت في طرابلس طبعا ونشأت فيها وتزوجت فيها وما زلت اعيش فيها، يعني نشأت نشأة طبيعية عادية زي اي انسان ليبي، لا ادعي اني اتميز باي شيء يعني عن الاخرين. ليبيا فيها خير كثير، جدي كان رجل شيخ، كان من المصلحين، هو وأقرانه وأمثاله في المنطقة هناك يعني، وبحكم أنه هو طبعا رجل كان شيخ، كانت نشأة دينية منذ البداية يعني. نعم. تعلمت على يديه من البداية، ووالدي رحمه الله أيضا كان رجل عصامي، كان رجل بسيط. يعني عشت بين أعمامي وأخوالي وأقراني حياة طبيعية، درست في المدارس الليبية كأي طفل بدأ نشأته في ليبيا لما كانت يعني أنا خلال السبعينات والثمانينات. أنا مواليد سنة 1963 يعني. نعم. بدأت كان الصف الأول الابتدائي، كنت في مدرسة بن صالح في سوق الجمعة، كان الصف الأول في سنة 69 يعني في سبتمبر. نعم. 69 أذكر أن حتى كان مازال الكراسات اللي يوزعوا فينا عليها كان مكتوب عليها المملكة الليبية. المملكة الليبية. نعم. ثم يعني عانينا معناه المواطن الليبي. نعم. بعدين طبعا في البداية كانت في السبعينات في فترة الطفولة شفنا يعني بقايا الخير اللي كان موجود يعني من أيام المملكة، من أيام الملك الصالح ملك إدريس رحمه الله. السنوات الأولى في السبعينات. السنوات الأولى. نعم. نعم كان الأمور عادية وكذا، حتى وعشنا فترة كنا نسمع عن ظلم يقع لكن كان بشكل خفي ولا يعرفه إلا أناس، يعني كنا نسمع سمع هكذا. حتى بدأت تظهر معالم الجبروت في النظام السابق، يعني منذ أن يعني أنا لما كنت في سنة 76 لما صارت ما اسمها ثورة الطلاب في 7 أبريل. أنا كنت تلميذ في صف أول إعدادي، يعني كنت نسمع في الراديو هكذا
هتافات. أذكر ترن في ذهني الآن الفاتح في الجامعة، بداية نصب المشانق في الجامعات. نعم. ثم طبعا يعني أذكر أن أنا كنت نقرأ في مدرسة الجمهورية في شارع الجمهورية في طرابلس، إعلان قيام سلطة الشعب، وأصبح خطاب زوارة، خطاب زوارة في سنة 73 كنت طفل أيضا. ويعني بدأنا ننظر يعني ونرى كيف المسائل بدأت تظهر على السطح، يعني عملية الجبروت للحاكم اللي كان موجود في ليبيا. ثم يعني درست في مدرسة علي وريث، وكطالب يعني مثل أي طالب ليبي دخل وجدنا أمامنا أنه لازم تكون عسكري، وأنت طالب يعني أنت تلميذ يحكم فيك عسكري، فيه منهم الذي لا يقرأ ولا يكتب، وفيه منهم ناس كويسين، يعني احنا ليبيين في الآخر يعني. تحولت سميت سكنات عسكرية، سكنات عسكرية يعني. نعم. مدرسة علي وريث الثانوية صار اسمها سكنة علي عبد الله وريث الثانوية، حتى زي الطلاب في المدرسة كان. نعم. زي عسكري. نعم. طبعا حياتي الشخصية بالنسبة لي النشأة الأدبية كانت بسيطة. كنت أنا طبعا تأثرت ببعض أساتذتي، يعني أذكر في المدرسة الإعدادية وكانت أيام حصة المكتبة، كانت المكتبة في المدرسة مكتبة غنية يعني فيها كل ما لذ وطاب من الكتب. يعني أذكر أني كنت يعني وأنا في المرحلة الإعدادية، كانت قريب مننا زمان كانت الهيئة العامة للأوقاف قرب خلف جامع مولاي محمد، كانت كنت نزور هناك يوميا تقريبا يعني بعد المدرسة في بعض الأساتذة هناك، كان منهم واحد يعني ربي يذكره بالخير إذا كان هو حي وراح يرحمه إن هو توفي، فلسطيني اسمه. نعم. أستاذ سعيد الزغبي، كنت نروح لهناك ونتعلم منه، يعني كان يساعدني في دروسي أيضا، وكان نشأت صارت علاقة الإبي أبوه يعني بعلم والدي طبعا. هذا الكلام الشيخ عبد الهادي فراج عالم مصري كان موجود، وبعدين تعرفت على بعض التلاميذ الشيخ الله يرحمه الشيخ لمين قنيوة في جامع مولاي محمد، والشيخ بشير مالك أيضا رحمهم الله جميعا، بديت معهم يعني نتعلم القرآن ونحفظ القرآن شوية بالتدريج في في في, في البدايات. ثم في مدرسة علي وريث الثانوية بدأت الأمور تصعب، يعني أذكر أحداث مثلا القبض والاقتحام المسجد القصر لما اعتقل الشيخ محمد البشتي الله يرحمه وتلاميذه، أذكر الحادثة يعني مش كنتش فيها، أنا لم أكن فيها، لكن احنا كنا في 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 وسط البلد يعني، وصارت بعض الأشياء هيك في المدرسة، في بعض الطلبة تم اعتقالهم واتهموا أنهم كتبوا شعارات مناوئة وأشياء من هذا القبيل لنظام القذافي. نعم. ثم طبعا درست يعني أذكر كملت الثانوية، بديت في 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 المعهد العالي للإلكترونيات في بن وليد، درسنا هذه مرحلة جامعية، وهذيك شفنا فيها طبعا ويلات يعني. نعم. يعني مرينا بمرحلة ما هذه الأحداث 84 هناك وأحداث 87، كنت أنا يدوب تخرجت مازال كان عندي بعض العوالق هناك، كانت أثرت فينا، كان بعض الأصدقاء عندي أصدقاء وقت. انطباعكم أنتم في ذلك الوقت كشباب على الوضع الراهن في ليبيا، على قمع الحريات، على انتهاك حتى يعني المراحل العمرية اللي في الثانوية، يعني نحن ممكن ما حضرناش لكن وصل إلى مسامعنا من ذاكرة التاريخ في ليبيا بان الحرب في 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 تشاد، كان يؤخذ. نعم. طلاب الثانويات. نعم. 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 ويتم الزج بهم في هذه الحرب. حقيقي. نعم. أنا أذكر أنهم اجتمعوا بنا في مرة وأعلنوا طبعا بالنسبة لنا احنا، قالوا من عنده استعداد أن يتطوع، كانت يخلطون ما بين الحرب في لبنان وتشاد. عرفت. كان الموضوع يعني عن طريق التطوع ولا كان إلزامي وإجباري للبعض؟ لا ما كانش إلزامي، لكن كان فيه خداع طبعا، فيه يعني بالخداع هي، عرفت كيف يعني مش مباشر. لا لا يعني حتى في بعض الاسماء هي في حوادث محددة صارت يعرفها من عاصروها أكثر مني من عسكريين ربما، يعني كان ما يشبه الاختطاف هو، عرفت كيف يعني. أنا يحكوا لي على أحد الطيارين يعني كان مش نذكر اسمه لأن القصة مش متأكد منها ورويت لي، ربما يعرفها بعض الناس اللي هم عاصروا، يعني كان في الثمانينات يعني، هذا كان وقتها طيار هو عسكري أعتقد، طيار عسكري كان، أنا نعرف زميله الله يرحمه كان معنا في الكتاب يعني، سلموه طلبة
بتاع مدرسة على أساس وين فهمين أن هادو عسكريين نقلهم لقاعدة في جنوب ليبيا باش يروحوا لتشاد. وهم طلبة وهم يعرفش هو قاعد في خمرة القيادة وما يعرفش من فيه. فهو في يحكى أنه هو في الجو دخل عليه أحد الطلبة التلاميذ دخل عليه قال له أنت وين رفعنا يا عمي؟ فلما انتبه لقاهم أطفال نزلهم في أول شاف أول قرية نزلهم جنبها قال لهم انزلوا وفر هاربا بطيارته إلى مصر. يعني قصة من القصص اللي تحكى يعني عموما يعني هذا طبعا الطبع العام اللي ربما اللي بين فيه اللي عنده وجهة نظر مختلفة فيه اللي يقول لك لا والله يعني الحياة كانت كويسة وكان احنا ما نبوش ندخلوا في هذه التفاصيل لكن نوع من تأثيراتها علي أنا تأثيراتها علي أنا أذكر أني كنت يعني مدرسة مثلا مكتبة معروف الرصافي كانت في 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 طرابلس من المكتبات العريقة كنت نروح هناك في الفترة الإعدادية كنت أنا والقريب بين الإعدادي والثانوي كنت نروح يعني نذكر درست بعض عبقريات العقاد درست قريتها هناك يعني في 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 المكتب ثم بعد ذلك قالوا لنا ان خلاص صودرت الكتب وقفلت المكتبة وممنوع اصبح اسمها فبدات الكتب اللي هي مخزنة عند بعض الناس اللي القدماء انا كان عندي احد اعمامي ابن عم والدي رحمه الله يعني الشيخ عبد الحميد الرحال رجل كان شيخ وكان رجل فاضل وعنده مكتبة جبارة كبيرة رغم كنت تستعين بها يعني رغم أنه أكثر من نصفها أحرقوه يعني خوفا عليه لكن بقي منها الكثير وما زال إرثه موجود يعني في بيته يعني فكنت نروح نستعير منه في بعض الكتب ونتعلم منه وكذا ويعني فهي تولد عندنا نوع من التحدي الخفي مع الخوف يعني أنك أنت تمنع تمرد يعني ولكن ليس ظاهرا لأن القبضة الأمنية خطيرة جدا الوضع حساس طبعاً. صح كويس أي. في تسعينات القرن الماضي الأستاذ أحمد الرحال غادر ليبيا تقريبا في 94 هذه طبعا قصة لها أنا طبعا أذكر في سنة نهاية 86 بداية 87 أكملت دراستي الجامعية وتخرجت وبدأت التزمت مع فضيلة الشيخ مصطفى أحمد قشقش رحمه الله عالم القراءات المعروف كان شيخي يعني بدأت حفظت على يديه القرآن في طرابلس في المدينة السياحية هناك طبعا أذكر يعني في سنة 88 كان أيضا هناك الله يرحمه العالم الجليل الدكتور إبراهيم رفيدة عالم أزهري في اللغة عالم في اللغة يعني والقرآن علوم القرآن واللغة شجعني أني نبقى خطيب في المسجد في سنة 88 كان وقتها بعد أصبح الصبح لما القذافي أعطي فسحة بسيطة هيك أذكر كانت 4 شهور يعني بتشجيع من الشيخ مصطفى الله يرحمه مارست الخطابة وكانت يعني فترة هزت شوية الموضوع أنا دخلت فيها دائرة الضوء يعني عند جماعة الأمن الداخلي موضوع يعني استمريت فيها لمدة 4 شهور وشوية يعني انتهيت آخر خطبة كانت في شهر 12/88 استدعيت من قبل الأمن الداخلي ومنعوني يعتبروا من الخطابة وهددوني وقتها أذكر على يومين أذكر يعني بعدها في بداية 89 بدأت حملة اعتقالات كبيرة جدا اللي كانت فيها المباراة اللي هي المعروفة بين المنتخب الليبي والمنتخب الجزائري وتم إلغائها بقرار من القذافي وصارت مظاهرات تزامنت مع حملة الاعتقالات الواسعة اللي شملت كثير من الشباب المتدين أو الإسلامي يعني بدأنا طبعا في الفرار مرة نروح لتونس مرة نرجع مرة يعني كذا كثير من رفاقي وإخواني زوج بيهم في السجن كثير منهم قتلوا في سجن بوسليم يعني أنا الحقيقة لسبب أو لآخر يعني خلاص يعني لم أستدعى ثانية أذكر في بعد ذلك يعني في أواخر 89 بداية 90 انضميت لحركة الإخوان المسلمين في ليبيا كانت عمل سري وانت في ليبيا وانا في ليبيا قبل ما تغادر نعم في ليبيا انضميت لحركة الإخوان المسلمين وكان عملنا عمل سري وعمل بسيط يعني بحسب البيئة وحسب الموجود يعني عمل دعوي فكري ثقافي لكن محظور في ليبيا في ذلك الوقت اي عمل سياسي سواء كان لجماعة الإخوان المسلمين او غيرها من التيارات نعم هو كان ممنوع وكان
كان ما يؤرق النظام وقتها أو أجهزة الأمن في ليبيا أن اعتقلوا من الجهاديين واعتقلوا من السلفية واعتقلوا من السلفية الجهادية واعتقلوا من حتى من جماعة التبليغ اللي هم لما ليهمش علاقة بالسياسة أصلا، واعتقلوا حتى الدكتور الله يرحمه محمد القايد اللي هو أساسا كان يعني مفكر، رجل مفكر إسلامي ينبذ العنف وعنده كتابات معروفة وكذا، أي حد عنده توجه يعني جميعهم بقيت بس عندهم الرقم شيء واحد، خبراء من النظام المصري وخبراء فرنسيين كما يقال لنا وقتها قالوا لهم أنتوا عندكم حاجة اسمها إخوان مسلمين، وينها؟ الجو يوحي بها، ابحثوا عنها. نعم. طبعا أنا أذكر أن في 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 سنة بداية 94 بتوجيه من الجماعة ذهبت إلى السودان للتعلم هناك وللالتحاق وللقرب الاقتراب أنا ومجموعة من مجموعة من الإخوان. كان في 94. نعم. في 94 حتى نكون قريبين من جماعة الجبهة الإسلامية اللي هم يقودها حسن ترابي وقتها لما كان عمر البشير يحكم وكانوا مع بعضهم هم، وبقيت هناك ما يقرب من سنة بعلم الدولة السودانية يعني، وكانوا يحمونا يعني وقتها، ثم بعد ذلك يعني بلغونا قالوا لنا لازم تغادروا يعني إما أن تروحوا تجيبوا من السفارة الليبية ما يثبت أنهم عارفينكم موجودين. نعم. أو للأسف ما نقدرش نحموكم. فخرجت كان كنت أنا وسلم الأستاذ سليمان طبعا وبعض بعض الإخوة الآخرين يعني غادرت السودان. فأنا غادرت السودان وعلى مراحل يعني في سنة 95 كان هذا الكلام طبعا. بقيت أذكر يوم 19/11/1995 وجدت نفسي داخل لليفربول عن طريق دبلن من إيرلندا. دخلت استقبلني أحد الإخوة هناك الأخ محمد عبد المالك وأخذني لمانشستر، كانت معي عائلتي، ثم بقيت كم أسبوع ثم انتقلت إلى لندن واستمرت إقامتك فيها وطلبت لجوء سياسي وبقيت هناك حتى تحصلت على الجنسية وعائلتي ما زلت موجودة هناك وأنا موجود في ليبيا والآن يعني أنا من فترة موجود في طرابلس يعني. استمر عملك مع جماعة الإخوان المسلمين وهكذا يعني. في سنة 95 أيضا مجموعة كبيرة أيضا من قيادات الإخوان خرجوا ومعظمهم راحوا لسويسرا. بدأ ينشأ عندنا نوع من العمل الليبي المتميز لأن كانوا الإخوان الليبيين اللي خارج ليبيا كانوا لهم علاقة بالتنظيم الدولي اللي هو يجمع جميع الأطياف من الجنسيات الأخرى. نعم. إلى سنة 1998 عندما اكتشف التنظيم في ليبيا بالكامل وتم اعتقال القيادة كلها في ليبيا. تقريبا يعني حكم على الاثنين منهم اللي هو المراقب العام الدكتور عبد الله عز الدين والنائب متاع الأستاذ سالم أبو حنك بالإعدام، حكموا ولم ينفذ الحكم طبعا لأسباب بعدين هذه أخرى هذه ممكن حكاها. أنا شفت اللقاءات. نعم. عملوها مع الأستاذ عمر الروحيشي ربي يحفظه. نعم. وتحكيه في هذه القصة ومجموعة كبيرة منهم تم الحكم عليهم بالمؤبد وبدأت مرحلة أخرى عندنا. طبعا هناك تم تأسيس الجماعة في الخارج لأن أصبح محظورة في الداخل وصار مجلس الشورى والمكتب التنفيذي والقيادة والعمل كله يعني من خارج ليبيا وكان. نعم. الهم الأكبر أن يكون فيه عمل حقوقي كويس. بعض الزملاء اشتغلوا على هذا الكلام. أنا بقيت مع الجماعة إلى سنة 2002 اختلفت معهم في مشكلة معينة صارت تركت الجماعة في 2002 تواكبت مع الأفكار تتغير إنسان. نعم. أفكاره تغير شيء طبيعي الإنسان كلمة. نعم. هو طبعا أنا درست هناك في يعني غيرت مجال تخصصي درست علوم سياسية هناك في. نعم. في بريطانيا إنسان تتفتح مداركه ويبدأ يشوف في عالم أرحب وأكبر وكذا فخلاص يعني تركت الجماعة واختلفت مع الجماعة وإلى الآن أنا مختلف مع الجماعة فكريا في أشياء يعني. فكريا. نعم. مختلف معها. نعم. سياسيا هذه مسألة أخرى يعني أنا أرى أن من حق أي مجموعة أو كذا أن هي تمارس السياسة الحياة السياسية إن استطاعت. نعم. أن تقنع الشعب فأهلا وسهلا رغم أن كثيرين الآن من الناس اللي نعرفهم يعني يتهموني. نعم. ما زلت إخواني وكذا ولكن هذا لا يعنيني في شيء يعني أنا أدرى بنفسي تركت الإخوان في سنة 2002 وعدت لأن كنت نمارس عدت إلى ليبيا كنت نكتب لا العودة لليبيا كانت في 2007 أنا. نعم. عدت يعني عدت لنشاطي بدأت كان عندي وأنا في الثانوية نشأة الشاب الحالم كذا بدأت عندي شوية نشاطات شعرية بسيطة الأدبي والشعري. نعم. إيه والأيام القسم الداخلي في بن وليد وكذا
قلت انا عندي ليش شيء نرجع له. رجعت لحياتي نشاطي الخاص يعني، بدات استأنف يعني. اذكر ان الصحافه بدات نمارس فيها من ابتداء من صحيفه الزمان اللي كان الاستاذ سعد البزاز عراقي موجود في لندن، اللي هو صاحب ايضا قناه الشرق في لندن. في سنة 97 يعني بدأت نشتغل معهم صحافة، وبدأت الصحافة من زي ما يسموا فيها بعض الناس من المطبخ يعني، من غسل الصحون، من التدقيق اللغوي إلى ثم التحرير ثم كذا ثم كتابة المقالة. نعم. وبدأت المارس بعدين هذا توسعت فيه أكثر بعد تفرغت يعني، خرجت من الجماعة تفرغت لنفسي وبديت يعني. كويس. سوف نتحدث أستاذ أحمد الرحال عن كتاباتك الشعرية. نعم. والأدبية. سوف نتحدث عن قصائدك الأخيرة، وأيضا نتحدث عن ذاكرة الثورة، ولكن بعد أن نعود من فاصل قصير نذهب إليه معا مشاهدينا، فاصل من ثم نعود لنكمل هذا الحوار مع الكاتب والشاعر أحمد الرحال. كونوا معنا. السيدات والسادة أبناء الشعب الليبي الكريم، أريد أن أطمنكم بأننا قمنا بإرسال مقترح لمعايير اختيار هيكلية الحكومة، حكومة واحدة وطنية حقيقية تريد التوافق والمصالحة والتجمع. المناصب السيادية راعينا فيها توزيع العادل بين المناطق الثلاث شرقا وغربا وجنوب، وهذا مبدأ أساسي في التوزيع العادل للمسؤوليات والسلطة ومنتم الثروة. نريد اقتراب من بعضنا البعض، ننسى البغايض. الشكر هو الحقيقي هو للشعب الليبي الذي تحمل سنوات العجاف، لابد أن نقول، وتحمل انقطاع الكهرباء وتحمل طوابير البنزين وطوابير السيولة و إهمال القطاع الخاص، والحقيقة عانى بما فيه الكفاية هذا الشعب. ولابد من أي حكومة تأتي رغم قصر المدة الزمنية المقرر لها أن تعمل ليل نهار. نحن ملتزمون لخدمة هذا الشعب البطل. مشاهدينا مرة أخرى رحب بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه الكاتب والشاعر أحمد الرحال. أهلا وسهلا بك أحمد مرة أخرى. قبل أن نخوض في الحديث عن ذاكرة الثورة، ربما نحتاج للحديث عن ذاكرة الشاعر أحمد الرحال وما كتب الشاعر أحمد الرحال في الحرب على اطراف. نعم. حضرتك. نعم. كتبت مجموعة من هذه. نعم. القصائد سواء كانت لطرابلس أو مصراتة أو تقرأ. نعم. من خلالها الوضع في. نعم. تلك الفترة. نعم. والله الحقيقة طبعا لأن أنا كنت موجود في طرابلس يعني طيلة. نعم. فترة الحرب أنا موجود في طرابلس، بيتي يقع في جنوب شرق طرابلس في منطقة عين زارة، والمنطقة اللي أنا فيها ليست ببعيدة عن خط النار يعني، بس كنت أنا وبعض الجيران كنا ملتزمين بالبقاء، لأن يعني طالما أن بإمكاننا نبقى ما فيش داعي نخرج ونكون يعني نكونوا يعني فارين من. نعم. ونروح وين يعني، خاصة أن في جنبي عائلات وكذا وغيره يعني. بقيت أنا شفت بعيني يعني، يعني شفت الـ 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 يعني أنا أذكر أن الرصاص من أسلحة خفيفة متوسطة وثقيلة أيضا تضرب المنطقة، تضرب الشارع يعني، يعني عادي جدا. وانت يعني كنت لما نخرج من بيتي وأنا في الشارع على يساري يبقى جهة الضرب، اللي يطلع من الشارع يبقى يسمي بسم الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الرصاص طاير في كل وقت يعني. يعني كانت مرحلة رهيبة جدا، وكنا نسمع بعض الاشتباكات، والاشتباكات كانت تقترب مننا وكان يوصل فينا الشظايا وضرب وكذا منها يعني. فالحقيقة يعني اللي شفته نقول لك الواقع يعني،
اللي شفته أنه ظلم وقع على شباب يدافعوا عن طرابلس، شباب مدنيين يدافعوا عن طرابلس. ظلم وقع من الجميع، ظلموا من الجميع، ظلموهم أن اتهموهم بأنهم إرهابيين وهم ليسوا بإرهابيين. نحن نعرفهم ونعرف الكثير منهم، شباب مدنيين، منهم التاجر، منهم الطالب، منهم الموظف الدولة، عاديين يعني. ولكن أنت جاي، أنا من طرابلس، أنا ابن طرابلس، أنا عندما تهجم علي أنت وتريد أن تقتلني وتحطم بيتي وتحكمني بالقوة وبالقهر من مدينتي، لا، خصوصا بعد أن قامت ثورة عظيمة اسمها ثورة 17 فبراير. نعم. اتهمونا بأن عندنا مرتزقة، مش حنخش في هذه التفاصيل. المرتزقة احنا كنا نشوف كيف التركيز احيانا في ضربات تكون دقيقة جدا، تضرب في اماكن معينة من 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 مناطق محددة، تأتي المعلومات بعد ذلك ان فيه مرتزقة روس يمسكوا فيهم، فيه مرتزقة من مناطق اخرى، جنجويد على غيرهم. اذا كان نبغى نتكلم وانت عندك مرتزقة وانت عندك مرتزقة برضو، يعني نقول لك يعني مثل يقولوا فيه المصريين، انا عاجبني جدا يعني، اذا كان هيك يعني خلينا نقوله يعني لا تعيرني ولا عيرك، الهم طيلني وطيلك يعني. لكن الفرق بيني وبينك شنو؟ ان انت جايني بالقهر وتدعي بانني انتظرك بالورود لكي تحكمني، وطرابلس في حاله الدفاع، وطرابلس في حاله الدفاع، نحن ندافع يعني، دافعنا عن طرابلس. فانا تألمت، كنت اتمنى اني استطيع ان احمل سلاح وادخل، انا لم احمل سلاح في حياتي ولا أعرف كيف أستخدم السلاح. تبقى الكلمة لها دور، لها دور كبير. نعم. فكان التأثير، تأثرت الحقيقة. أنا أذكر أول عمل درت أنذكر فيها حمم البركان يبثوا فيها دائما، الحقيقة كانت الانطلاقة. بعدين يعني خلاص وجدت نفسي أن الموضوع يعني بالاتصال مع الأصدقاء هنا في القناة، بديت نكتب، كتبت لن تدخلوها، ثم كتبت لو تبوا اليقين وتبوني نقول. نعم. وكتبت لن تسرق فبراير منا، وكتبت ملحمة مصراتة. يعني كتبت عن طرابلس وكتبت عن مصراتة وكتبت أيضا حتى لمحت لي بعض الأشياء الأخرى. الحقيقة أنا لأني شفت يعني المنطقة بتاعنا كيف 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 التأمين لما يأمنوا فيها، وكيف الشباب كانوا، نحن كنا نشكله ثقل عليهم لما خلاص كمدنيين يعني. كمدنيين أنا أذكر لما جو بلغونا بأن لازم نخرج، وكان في الأسابيع الأخيرة هي يعني، قالوا لنا رو يعني لو تبقوا عادي، لكن المشكلة أن إحنا حتكون مشكلة، حتبقوا مشكلة لنا إحنا، ثقل علينا. فهي طبعا كنت متأثر جدا بالاسماء، كنت يعني وأنا كأني قاتل معهم من حسي روحي، لكن الله غالب، عاجز، لا أستطيع، مش عاجز يعني بنية، لكن نعرف أني مش حيقبلوني، حيحصلوا فيها يعني. فطيب إيش دوري؟ إذن هنا يأتي دور الكلمة، دور اللحن. وحضرتك لك فترة ممكن غائب حتى عن الكتابة وعن، يعني نعتبر الحقيقة أنا النقاش في السياسة والخلافات السياسية والمسائل من سنة 2014، بداية 2014 تركت هذا الموضوع بالكامل، لأن ليبيا الحقيقة سياسيا بعد فبراير لا تستطيع أن تتوقع شيء، ولا تستطيع أن تحلل. المحلل السياسي يحتاج لمعطيات، ويحتاج لفاكتس، ويحتاج لمعلومات، بحيث أنه يستطيع أن يعطي تحليل. للأسف الفوضى اللي صايرة في، من خلال ما كتب الشاعر أحمد الرحال من قصائد دفاعا عن طرابلس خلال تلك الفترة، هل وجهت بعض الانتقادات جدا كثير حال من بعض الأصدقاء طبعاً، فيما كتب، فيما قيل، طبعاً قصائد؟ طبعا وجهت لي انتقادات، هناك انتقادات لشخصي أنا أن عندي توجه معين وأن أنا أدعم إرهابيين، وهناك انتقادات على العمل نفسه يعني. فبعض الأصدقاء قالوا لي والله فيه من التصلبية يعني، ومن طرابلس، كيف يا أحمد الطرفين هذو مثل بعض، وإنت معقولة يعني لازم تتكلم على الجمال، تتكلم على كذا، إنت شاعر. صديق أذكر قلت له شوف شوف شوف، أنا عارف أنت الموقف متاعك إيش هو، عمري جيت ناقشتك في موقفك أنت؟ قال لي لا. قلت له أرجوك حتى تحافظ على الخيط اللي بيني وبينك، احذر
أن تتحدث معي في موقفي. أنا بركاني، أنا أعتبر نفسي من بركان الغضب ومع الشباب المدافعين عن طرابلس، لأن هؤلاء يقفون حاجز قوي يمنع دخول هؤلاء حتى ينتهكوك أنت، قلت وينتهكوني أنا، فأرجوك. فهناك يعني طبعا الجانب السخرية وغيرها فيه، يعني صار فيه يعني نوع من الاستهزاء ونوع من، لكن أنت في الأخير بكر عبرت يعني عن شعور الشاعر ابن البيئة في طرابلسية. يعني نقول لك حاجة أخرى، حتى لما يتحدثوا أن هذه قوات الوفاق، أنا بيني بالنفسي لا 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 ما تعني لي شيء حكومة الوفاق، ما تعني لي شيء، لأن لا أتدخل فيها، لأن حكومة الوفاق أنا أرى شخصيا أنها كانت حكومة فاشلة بكل المقاييس، مع احترامي للمخلصين اللي فيهم. أنا أتحدث عن المدافعين عن طرابلس، اللي يهمني هؤلاء عندما يدافعون عن طرابلس هم يدافعون عن شيئين أساسيين أو ثلاثة. الشيء الأول خلينا نقوله الثالث اللي كنت نقصده، أول شيء الدفاع عن ليبيا، لأنك تدافع عن طرابلس العاصمة. الشيء الثاني تدافع عن العائلات وعلى الناس، عن انتهاك الحرمات، عن تحطيم البيوت، يموت هؤلاء الشباب من أجل هؤلاء الناس المقيمين في طرابلس. الشيء الآخر هو الدفاع عن ثورة فبراير التي اختطفت وانتهكها سياسيون وانتهكها مستشارو سياسيين، وأصبحت لعبة في يد كل من يستطيع أن يصل، مع احترامي للجميع. يعني اللي همني فقط كان هو أن هؤلاء يدافعون عني. ماذا يكون النظام السياسي؟ كيف أنا؟ ماذا يقال عن أحمد الرحال؟ ماذا يقال عن أحمد الرحال؟ من ناحية المعذرة في هاللقطة هذه، أنت بالنسبة للنقد، في بعض منهم قالوا أن هذه الحان مش ليبية. ما فيش حاجة اسمها لحن ليبي مش ليبي، لحن يعني ما شنو يعني؟ الكلام كتبه كاتب ليبي، واللحن لحنه فرنسي أمريكي سوري مصري، هذه يعني عادية يعني مش حاجة كبيرة. الفن اتهموني أيضا بأن قالوا لو تبوا اليقين وقصيدة تبوني، نقول قالوا سارقين اللحن متاع علي الكيلاني. نعم، هذا لحن موجود، يعني أنا لم آتي، هذا ما اسمهش سرقة، مش هيك السرقة، هذه اسمها أنك أنت الناس، يعني هذا لحن موجود له تأثيره. حبيت أنك أنت نعم، وطلب مني بعض الأصدقاء أن إيش رأيك تعمل لنا حاجة على الوزن. أنا أستطيع، لو تطلب مني جيب لي أي أغنية تقول لي والله نبو حاجة تكتب لنا على نفسك، ما عنديش مشكلة يعني نكتب لك، عرفت كيف؟ فهي يعني هذه بما أن حضرتك وضعت النقطة الثالثة، هي دفاعا عن فبراير وعن مدنية الدولة وعن روح الثورة، ثورة فبراير. دعنا نتحدث الآن عن ذاكرة فبراير عند أحمد الرحال. يعني برضو في الثورة، إذا عادت من الذاكرة 10 سنوات لتلك اللحظات التي ربما نستذكرها مع بعض، كانت الكلمة والشعر والأغنية لها دور قوي. نعم. يعني سواء من بداية الاعتصامات أمام محكمة الشمال في بنغازي، نعم، إلى آخر يوم من أيام يعني الثورة وتحرير البلد في شهر 10 إعلان التحرير في ذلك الوقت. إيه؟ يعني كيف يرى الشاعر أحمد الرحال وقع الكلمة في ذلك الوقت على الثورة؟ الحقيقة احنا يعني انتشينا وقتها بالثورة التونسية، نعم، ثم الثورة المصرية. أنا أذكر أني كنت ننزل في لندن، ننزل في الأماكن اللي فيها تجمعات وقت الثورة المصرية، فيها مصريين يعني موجودين. أذكر في يوم اللي خرج حسني مبارك وانتصرت الثورة، نعم، نبحث عن أي واحد مصري نحضنه، يعني لأني خلاص نعتبر أن كنوع من أنواع التعبير ورغبة في أن يكون هناك تغيير في ليبيا. لأن أذكر لما كانت الثورة التونسية، بدأ الأصدقاء في الخارج نتصلوا كذا وقالوا أن في اتصالات مع الداخل أن يحددوا يوم 17 فبراير يكون هو يوم الانطلاقة، ومتزامنا مع الذكرى اللي كانت 17 فبراير 2006 في بنغازي. نعم. وهكذا يعني بقينا ننتظر. كنا متفقين أن يوم 17 فبراير إحنا الليبيين اللي في بريطانيا نعتصموا أمام السفارة الليبية في لندن يوم 17 فبراير. وإذا بي وأنا نتبع في الأخبار
نشوف في الثورة صارت ثورة 15 فبراير في بنغازي. يعني كيف هذا خلاص يعني الثورة بدأت يعني مش 17 فبراير. نعم. يعني هي الاسم أخذت 17 فبراير كعلامة يعني، لكن هي البداية في بنغازي يوم 15 فبراير. فخلاص أصبح الأمر ملح، صارت الاتصالات وكذا بالاتفاق مع الشرطة البريطانية وكذا، الناس صار اتفاق معهم منظمين كذا. خرجنا يوم 16 فبراير وبدينا زي ما تقول نعتصم يوميا بشكل يومي هناك. أيضا في ذلك الوقت يعني كان لابد من أن يكون في محفزات الثورة يعني. نعم. كانت الثورة في البداية ثورة يعني زي ما تقول سلمية فيها نوع من العنف ضد الثائرين يعني. وبدأ الموضوع يتطور تدريجيا لعندما وصلنا في مرحلة التهديدات بقصف مدينة بنغازي والزحف عليها، وقالها سيف الإسلام وقتها 48 ساعة قالها يعني، وبدأ الرتل يتحرك ودخل ضواحي بنغازي كذا، وتدخلت القوى الدولية. وكان وقتها مش حنعيد القصة من جديد يعني، قصة أن والله صار فيه يعني المجلس الوطني الانتقالي وقتها كان هو الناطق باسم الليبيين باسم فبراير يعني، وكان عن طريق الجامعة العربية. الجامعة قالوا نادينا يا إخواننا يا عرب يا أتراك تعالوا معانا، ليش نادوا في آخرين؟ احنا في مأزق، الناس تموت، الناس مهددة أنها تموت. الجامعة العربية طبعا قال كيف تحول الموضوع لمجلس الأمن. مجلس الأمن طلع القرار الأول ثم القرار الثاني بحماية المدنيين، ثم قالوا من يقوم بالعملية؟ الأمريكان قالوا والله إحنا مش هنقود العملية، فدخل حلف الناتو واستمرت المسألة. برضو كنا يعني نتبع، صرنا نخرج من الأرشيف القديم الأغاني الوطنية القديمة زي الأغنية بتاع ليبيا يا نغما في خاطري الفنان نجم محمد نجم. وأغاني يعني من الأيامات الأغاني الثورية المصرية والتونسية وكذا. ثم بدأت تظهر النشاطات الليبية، عرفتها كيف؟ فبدأت نكتب في بعض الأشياء يعني من باب التفاعل يعني. كنا برا ونفس الشيء، كنا احنا في الخارج متألمين جدا ان احنا في الخارج والناس في الداخل يعني الثوار هم اللي يموتوا. كان عندك رغبة انك كنا نخرج في القنوات ونتكلم، وكان تصير فيه مداخلات يعني من الجبهات وقتها نذكر فيها. أشرت لبعض منها في بعض القصائد يعني، عندك التسجيل يعني زي قصيدة لن أكون سأكون صريحا. نعم. يعني أنت في تلك الوقت في تلك الفترة ممكن حضرتك كتبت برضو إهداء لشيء إهداء لطرابلس في هي ذي حياتي. هي ذي حياتي. نعم. وسأكون صريحاً. إن ماتت الحياة. وفي كان في ثلاث قصائد مجموعات مع بعضهم كانوا أيضا يعني دور الكلمة أساسا أو الشعر أو حتى الصحفي في ذلك. نعم. الوقت. نعم. يعني الجميع يحاولوا أن يوجهوا بأن الثورة بدايتها كانت ثورة مسلحة، بأن كل ما كان فيها بدأ بالصراع المسلح. غير صحيح هذا. الكل يحاول أن يوجه الثورة في هذا. هذا غير صحيح. وكأن لم يكن هناك اعتصامات مدنية، لم يكن هناك مظاهرات مدنية في أغلب المدن الليبية. أي هذا 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 الكلام غير صحيح. إن هي كانت ثورة سلمية. الشعب الليبي يا أخي، الشعب الليبي أثبت في سنة 2011 أن هو فعلا جميع التهم اللي كانت تنزل على رأس هذا الشعب الصابر بطلت. يعني أثبت أنه هو مش بعيد سوى عليه يعني، مش شعب جبان، لا هو شعب حكيم، شعب صابر. يعني أنا نحكي لك واحدة من القصص المشهورة. واحد شاب في يمات معمر القذافي، ابنه مطلوب عند أجهزة الأمن. نعم. وهو كان يعني 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 مارس عمل مضاد للنظام وصار مطلوب، وقعد مختفي في فترة معينة في البلد، مختفي في مكان ما. بعد يمكن 4-5 سنوات مل وحس روحه أنه استاق لأمه وكذا. ففي ليلة رجع لأمه، رجع لأمه. أمه احتضنته ودخلت البيت وكذا. وشني أبوه يشتغل في الليل مناوب ليلي في عمل ما يعني، حارس أو ما أعرف شنو. في الصباح جاء أبوه قالت له ابنك موجود هنا.
قال لها طيب ضحيه وخلين فطروه وكل شيء وكذا. بعد لأفطروه وفطره وكذا قال لها شوف يا ابني انت عملت عمل انت المسؤول عنه، لازم تتحمل نهاية تحمل للآخر. أما أنا قال لها مسؤول عن هذه المرأة اللي هي أمك وأخواتك، أنا الآن ما عنديش حاجة إلا أني لازم نسلمك. لما أب يسلم ابنه هل تسمي هذا خذلان ولا تسميه مثلا جبن ولا تسميه؟ لا، هو حكمة منه. أنت تحملت مسؤول، أنت لما دخلت هذا العمل متوقع أي شيء يصير لك، لكن أنا مسؤول عن هذه العائلة، دفاع الأسرة. نعم. وكان الابن مطاوع عليه جدا وتمت العملية بهذه الطريقة. يعني هذا الشعب أثبت في سنة 2011 أنه هو شعب صابر وشعب حكيم وشعب مستعد أن يتحمل الآلام والفاقة والفقر، رغم أنه هو في دولة فيه إمكانية أن تكون يعني من الدول الثرية والغنية والمواطن يكون مرفه فيها. هذا الصبر. أذكر أستاذ أحمد برضو في الثورة في بدايتها، يعني كان فيه شغف عند الشباب بأنهم هم برضو ينتموا للمؤسسات الإعلامية وللصحافة جداً. وللكتابة، وشفنا إبداعات شابة طلعت علينا في 2011، لكن للأسف يعني ربما جلها اختفى وربما لم يجد حتى من يوجهه أو من يدعمه خلال الفترة السابقة، فاضطر أنه هو يبتعد عن مجال الصحافة وعن مجال الكتابة. نعم، هذا أنا أعزوه للفساد اللي صاير في البلد في جميع جوانبها يعني. وهذا ليس ذنب فبراير أبرزت هؤلاء، أبرزتهم. يعني عدد لا بأس به، يعني عدد كبير. أنا ألوم على المسؤولين، وعلى أيضا حتى بما فيهم سمحني يعني نتكلم حتى لقناة نبيل الأحرار زي القنوات الأخرى، يعني المحسوبية وطريقة الاختيار وكذا. يعني معقولة أنت عندك إمكانيات شابة موجودة في ليبيا؟ أنا في ليبيا شفت يعني شباب فيه اللي من ليبيا نفسها وين ما فيش يعني اللغة الإنجليزية، تلاقي فيه اللي يتكلم إنجليزي، فيه اللي يتكلم فرنساوي، فيه اللي التكنولوجي بتاع الكمبيوتر ومتاع كذا. يعني في شباب يعني ما شاء الله بصراحة ما خرجوش من ليبيا على فكرة، في ليبيا تلقاهم يعني يطوروا في مؤهلين وعندهم قدرة. نعم. أنهم يشتغلوا. للأسف أنا نقول لك يعني المؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة لم تستطيع استيعاب هؤلاء. يعني إحنا ربما لا يمكننا أن نلوم القطاع الخاص كقطاع خاص، لكن نلوم الدولة أولا، أو نلوم نعم الوزارات، وزارة الثقافة. نعم أنا معك، تلوم الدولة. هذه الدولة الفاشلة تلومها، وتلوم أيضا من يتصدى إلى هذا الأمر. أنت يوم اللي قدرت قطاع خاص، أنت تقدمت تصديت، أنت تحمل المسؤولية. نعم. اعمل ما تستطيع أن تعمله، كن صريح. لا، اللوم على الجميع، لأن احنا في مرحلة استثنائية للأسف. طالت هذه المرحلة الاستثنائية 10 سنوات الآن. طالت هي، ولكن ما زال هناك إمكانية للإصلاح، ما زال هناك إمكانية لأن يكون هناك يعني استدراك للمسائل. لا، اللوم على الجميع. أنا نقول لك يعني 10 سنوات يعني ليست هينة، عقد من الزمن مر. اليوم الوضع اختلف في ليبيا، مررنا بالكثير من الصراعات، مررنا بالكثير من التجاذبات للأسف. أيضا ربما لم تكن هذه الصراعات صراعات سياسية أو تجاذبات سياسية فقط، يعني كان هناك مجموعة من الصراعات المسلحة مرت بها ليبيا خلال العشر سنوات. اليوم المشهد الثقافي والأدبي ربما انقسم أيضا على نفسه نتيجة لهالصراعات ولما مرت به ليبيا. الشاعر والكاتب أحمد الرحال كيف يقرأ المشهد اليوم في ليبيا؟ والله يعني المشهد الثقافي والفني في ليبيا، أنا نقول لك على مستوى العناصر وعلى مستوى الخبرات وعلى مستوى القدرات فيه الخير الكثير ككوادر بشرية. نعم موجودين. نعم عندنا أدباء، عندنا فنانين، عندنا يعني أساتذة، وعندنا يعني نشيطين. عملية ما إذا كان لحقهم الانقسام أو ما يسمى بالانقسام أو كذا، فهذا بحكم الظرف العام في البلد كلها. لكن في سبب آخر مهم جدا، هناك ظلم وقع على هذه الفئة. الفئة هذه ما زالت تشعر بأنها لا تستطيع أن تعبر عن نفسها، ما زالت تستخدم كأدوات لمن يملكون
سلطات أو أموال. عرفت كيف؟ الفنان أو الشاعر أو المثقف أو الصحفي هذا يجب أن تكون عنده حريته حتى يستطيع أن يبدع. من يضمن هذه الحرية؟ من يضمن هذه الحرية؟ أنا أقول لك شيء، أنا أقول لك الآن، الآن يعني حضرتك خلينا نكون واقعيين، المال يحكم كل شيء الآن. يعني الشاعر أو الفنان أو المبدع عشان يقدم عمل الإبداعي أو الفن يحتاج إلى دعم مادي، يحتاج لدعم. طيب أوكي. وهذا كم، وهذا للأسف ربما يقمع الحرية بطريقة غير مباشرة. هذه طبعا، هذه طبعا، لكن هذه مسؤولية تقع على الدولة اللي هي ما زال يلحقها الفشل إلى الآن. الحقيقة يعني ممكن نقول حاجة واحدة في هذا الاتجاه. نعم. من حكموا ليبيا بعد الثورة وخرجوا الآن من الحكم أو على أبواب الخروج منهم الآن، من هم على أبواب الخروج الآن، نقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله وراجعوا أنفسكم وراجعوا أخطاءكم. أنتم شاركتم في الدمار من حيث تشعرون أو لا تشعرون، مسؤولياتكم لم تتحملوها، أنفقت أموال طائلة على كلام فاضي، مليارات. نعم، مسؤوليتكم لما أنت تصديت للحكم وأصبحت مسؤول عليك أن تتحمل هذه المسؤولية. وأقول للقادمين لا تفرحوا كثيرا الآن، يا من ستحكمون ليبيا الآن لمدة 10 أشهر أو أكثر، ربما أكثر، يعني لا تفرحوا كثيرا، فأنتم الآن أمام مسؤولية كبيرة جدا وتحديات جبارة. مسألة الاستقبال والتوديع وأنا أذهب إلى هنا وأنا أذهب إلى هنا لن تغني عنك شيئا، لن تغني عن ما سوف تقدم أو تنجز. يعني 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 أنتم الآن أمام مسؤولية عظيمة جدا. سفارات ما زالت تستوعب في أرقام هائلة من الناس، القوى العاملة ما زالت تعين في القطاع العام المنتهك المثقل. عرفت؟ المواطن اللي قاعد امام المصرف وقعد الخبزه، يا اخي بالله عليك الخبز، انا دخلت لمخابز في طرابلس، تدخل المخبز تلاقي اعلان يقول لك اذا كنت تستطيع انك انت تدفع ادفع، ما استطعتش انك تدفع خذ ما تشاء واذهب. معقوله يا رجل؟ ناس تعاني من امراض خطيره منها عافانا واياكم الله السرطان. الجرعات نتاع الكيماوي فيه منها ما يكلف 10,000 دينار و15,000 دينار على 10 جرعات 20 جرعه. فيه ناس نعرفوهم باعوا سياراتهم، باعوا بيوتهم، استلفوا. مسؤوليه من؟ يعني ربما كل هذه الاحداث وحاجه المواطن في حد ذاتها، سواء كان في الملف الصحي، التعليم، في الخدمات بصفة عامة، تجعل البعض يتحدث عن أن الثقافة لا دور لها الآن، يجب أن تكون في الصفوف الخلفية. الثقافة مكبلة، الثقافة مكبلة. احنا عندنا سياسة للأسف موجودة اسمها سياسة الاستهزاء والاستصغار. أنت يستهزأ بك إن قلت رأياً أو قدمت مشروعا أو كذا، يستهزئ بيك عادي جدا من مسؤولين. يعني الضحكة الصفرة والطريقة المايعة مع احترامي يعني في الألفاظ يعني موجودة، يعني هذا لأنه واقع مرير. في الوقت اللي أنا لما نجي نقارن، نرجع بيك لنقطة مهمة جدا. نعم. أنا أذكر يوم اللي استشهد 2 من الشباب كانوا فيه صلة قرابة من جهة معينة، هم من مصراتة يعني. نعم. أنا مش مصراتي طبعا، لكن المهم يعني أذكر أن استشهد شاب صغير مواليد 90 أعتقد أو هيك، يعني أبوه قريبي وصاحبي. اتصلت به قلت له يا حسن، ولو يسمع فيه وحيعرف هو من هو حسن، قلت له يا حسن مش عارف شو نقول لك، يعني ما بنعزيك. قال لي لا، قال لي يجب أن نكون ثابتين. قال لي أنت تفهم أننا لما بعث ابني للقتال على أساس يأخذ آيس كريم ويتفسح وخلاص ويرجع، هو ماشي للموت. أنا لما نجي نشوف هؤلاء، لما نشوف الدليح الشاب اللي هو كان ينزع في الألغام وأصيب ويستهزأ به واحد من المسؤولين اللي عليهم، ينعته بصفات سيئة، أنك أنت أعمى وأنك أنت كذا، هذا معلش الواحد أحيانا يخرج، لكن هذا أشجع منك. وهذا هو الحقيقة، هذا هو 17 فبراير، هذا هو ليبيا، هذا هو اللي جاي ينزع في الألغام حتى لا ينفجر في وجه طفل أو في وجه المارة أو في وجه مرأة أو في وجه شيخ كبير أو حتى رجل. أصيب هو، ضحى هو بنفسه من أجل أن يعني يخفف الدمار على الناس والإصابات على الناس. هؤلاء لما نجي نشوفهم
كيف ضحوا ثم يأتي المسؤولين السياسيين وغيرهم وأعوانهم ويبدوا يحكوا على كذا ويتشدقوا بالكلام، وواحد بحراسات أو واحد بكذا، يعني مش معقول. يعني 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 شوف الفرق هنا. هنا تكتشف ليش الفنان والشاعر والأديب والكاتب يخاف. يخاف كيف يدير؟ يعني أنا في الطريق اللي في محاباة في ليبيا، الطريق اللي في جهة صلاح الدين وانت طالع من هضبة جهة جامع البدري، لما خاش انت في زحمة يوميا في وقت الرش آور، في وقت الازدحام بتاع الناس راجعة، ورايا سيارة سيارة وبالسرينة متاحة إسعاف، لا سيارة وموكب، شنو هذا؟ حال زحمة الطريق بالقهر، ما فيش كيف يعني، الناس في سيارات ضربت بعضها من الضيق حتى يمر. حضرته يطلع عبارة عن موظف في وزارة معينة مروح لبيته، يعني مروح لبيته، نعم بالموكب، اي نعم بالموكب في هالزحمة والأولوية لي. يعني كل ما كان يتطلع إليه الليبيون في 2011 عندما تتحدث عن كل هذه المشاهد، ربما هناك شيء من الوجع، شيء من الألم، نعم، تجاه ما كنا نطمح إليه من حرية، عدالة، نعم، كرامة، نعم، اجتماعية، نعم، يعني كل ما كنا نصب إليه من خلال الثورة، ربما لن أقول ذهب سدى، ولكن لم يلقى ممن تم انتخابهم واختيارهم ليحكموا في ليبيا، لم يلقى منهم ردة فعل إيجابية أو تقديم ما يستحقه هذا الوطن وهذا الشعب لكل هذه التضحيات اللي مر بها. ولذلك لا ألوم على المواطن لما يقول فبراير ما نفعتنا بشيء، خلونا نظام الأول، لما ألومش عليه المواطن لما يقول هكي. يعني معلش، لأن أنا قلت لك، نعاود مرة ثانية، ثورة فبراير كانت في وقتها وفي محلها وقامت بما قامت به حقيقي وبقوة، ونجحت ثورة فبراير. نعم. بعد ثورة فبراير دخل المفسدون وانتشر السلاح وبدأت العملية المحاصصة وبدأت دخل الفساد. هذا ليس ذنب فبراير، ولكن أنا أقول لك شيء، هذه الدماء التي سالت وهذه التضحيات الكبيرة على مدى 10 سنوات الآن، صدقني لن تضيع السودان. الحراك المدني، نعم، وخروج الشارع للمطالبة بحقوقه وبتحقيق مبادئ فبراير اختفى أو يعتبر غاب بشكل كبير. نعم نعم، المواطن يعاني تحت وطأة الحاجة مرتبها في ما الذي يجعل المواطن يتقهقر للخلف ويتنازل عن مطالبه يعني وعن حقوقه؟ المواطن لما يجد نفسه لا يستطيع أن يتدارك نفسه في 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 حياته الاعتيادية، في مش حقوقه، في أساسياته الأساسية، يعني مرتبه محجوز لأنه ما فيش سيولة، كهرباء مقطوعة، ويدعوا ويقولوا أن الكهرباء كهرباء ما فيش، المياه تقطع، يعني البترول يعني يتم السيطرة على الموانئ النفطية وكذا لأسباب، يعني كلها أسباب سياسية وأسباب مصالح وغيرها. المواطن هذا لما يلقى نفسه مرهق، تعرف شنو يقول المواطن؟ يقول لك أنا صبرت أيام معمر، كل ما يقول معمر حاجة يقول أوكي ماشي الحال، المهم خليك. كانت معارضة يسموا فيها المعارضة بالطريقة السلبية، أن يلا نكون سلبي معك ما نتفعلش معك، تمام خلاص، يقول لك احنا فيها الآن مش ندير لك. يعني لما نجي نلقى نفسي أنا معرض أني نمرض وما فيش من يعالجني، معرض أني أصاب بأي بطلقة نارية ولا بغيرها ونلقاش من يهتم بي. إذا كان الشباب يعني 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 تصور أنت الحرب انتهت على طرابلس، راو لما بدوا في المحاورات الإخوان المحاورين هؤلاء، الحرب ما كانتش انتهت، راو ما زالوا المرتزقة موجودين في المنطقة الوسطى، وكانوا ما زالت تنزل وغيرها وكذا وكذا وكذا. صارت خيانات، صارت خيانات، الخيانات هذه تعرف بالدرجة الأولى خيانات الدماء اللي سالت من أجل أن هي يعني تخلص العاصمة من الاحتلال الدكتاتوري، تمام. المواطن أمام هذا كله إنسان، هو المواطن إنسان بيقول يعني خلاص
فنقول لك يعني عملية الحراك المدني يعني, وللأسف الشديد أيضا شيء آخر, خيوط اللعبة كانت ممكن أن تكون في يد الليبيين في يوم من الأيام, لكنها ليست في يد الليبيين. نعم. في ختام هذا اللقاء وفي هذه المساحة من الذاكرة عن الثورة وعن الرحال أحمد. شكرا. الرحال, دعنا, ربما لديك أستاذ أحمد ما تقوله في ختام هذا اللقاء, نعطيك الفسحة ربما بمناسبة الذكرى مرور 10 سنوات على الثورة. والله أنا ممكن إذا سمحت لي ممكن نلقي قصيدة قديمة في الحنين, يعني إذا نسمع من حضرتك, يعني ما نعرفش إن شاء الله تطلع لي هنا. هي قصيدة عنوانها الشوق أضنى مهجتي, كانت كتبتها في بريطانيا في الحنين إلى بلدي إلى ليبيا. نعم. قول فيها: ما الضيق إلا ضيق قلب مسرف, والقيد يؤذي كل حس مرهف, والغيث قيظ عند نفس أغرقت في الحزن تشكو من بعاد مجحف, والدفء برد عندما تجتاحها آهاتها في محنة وتخوف, أما القراح فمثل سم ناقع من ناب أفعى أنشبت بتلهف, وعبير أنسام الزهور كأنه ما لا أطيق فلا يفيد تأففي, والنوم لا يحنو على غمض الذي أعماه دمع من نحيب مؤسف, والشوق أضنى مهجتي فتسعرت بلهيبها فأوارها لا ينطفي, أفمن رأى بستانه وجماله أفمن رحيق أو جمال يكتفي, فيه النسيم إذا أتى أزهاره أعطته من أحلامها طعما خفي, وتدللت أوراقها فسعى لها ليداعب الأغصان كالمستعطف, وتجيء ألحان البلابل كالشذا لتهز خصر رشيقها المتكلف, وتراقب الأشجار من شرفاتها ألوان هذا المنظر المتألف, فتميل بالأغصان تعزف لحنها ليشف سمع حكيمها المتفلسف, وعلى الوريقات الرذاذ كلؤلؤ من دفق ماء الجدول المتزلف, وشعاع شمس عشية ذهبية أرضى الجمال بدفئه المستظرف, أفمن رأى هذا الجمال لمرة يرضى الركون لغيره من منصفي, أفمن رآه عشية هل يا ترى يرضى دواء من طبيب مسعف, لكنني عشت الشباب وعمره فأنا إذن بسواه لم أتكلف, فلقد رضعت مياهه من عينها وكمثل طعم رحيقه لم أرشف, والقلب كان ممتعا بأصيله ويرى الجمال بعين صب مسرف, والروح تعزف لحنها إن أشرقت أضواء بسعادة وتلطف, بستان عشق ملهم لمعازف يغوي القرائح أنف جودي, واعزف الناي فيه محرك لشجوننا وعلى ديار معذبي مستوقف, والعود رنته لها تفسيرها تسعى وراء العين أنف التذرف, وتسارع الدقات في قلبي لها إيقاعها وغناؤها في الموقف, وعلى فواصل عزف فرقتنا ترى نقش الكلام لشاعر ومشنف, يا ويح بعدي عن ديار سعادتي, يا ويل قلبي من نداء معنفي, يا بؤس نفسي من شراب موهن من بعد شرب معتق ومخفف, في غربتي أشكو ذهاب حقيقتي, في محنتي أشكو بعاد مخلفي, في لوعتي أرجو وفاء وعودها, في شدتي أرجو بلادي أن تفي, في حسرتي من بعد قومي أكتوي, ومن التأثر خفية لا أكتفي, ومن السماع إلى حديث مسائهم يحلو الغناء لمنشد ومؤلف, أشتاق أسمع ذكرهم وحديثهم لا فرق بين محدث ومخرف. هذه قصيدة قديمة يعني.
شكرا لك أستاذ أحمد الرحال على هذه الكلمات. هكذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الخاصة مع الكاتب والشاعر أحمد الرحال. شكرا لك مرة أخرى وسعدنا بهذا اللقاء. وأنا أيضا سعدت بهذا اللقاء. شكرا لكم. شكرا لك. نلتقي بكم إن شاء الله مشاهدينا في حلقات أخرى. وتظل لذاكرة الثورة سجل كبير ربما لا تسعها هذه المساحة من الحوار، ولكن أحببنا أن نتحدث عن الشعر وعن الفن وعن الصحافة وذاكرة الثورة من خلال ما كتب عنها. في أمان الله.